ملي اختفى الوالد التو، عايش بالصورة اللي هي ورايا. الصورة هيك معناتها ولات عزيزة عليا ياسر، ما صورة بالرسمي ولات عزيزة عليا عزيزة، معناتها حتى في السيكونس بتاعي في بتاع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، واحد ديما تلقاني مع التصويرة هذه بحكم عشت معاها في المعتمدية، عشت معاها في المنطقة الحرة، عشت معاها توا في داري. فهمت منين نشتاحها شكون دين نخرجها، ولو أنا ديما مشتاحش يعني. تتصور أنت ناس تعب تعبة يحوى مع الحليب ويحوى مع الخبز، تعب عام يعني نحوى مع جثة، خاطر عام تو يدور عليك عام راه شوف شنو فيه من مناسبات، يتعدى عليك معناتها راس العام، ويتعدى عليك رمضان، ويتعدى عليك العيد الصغير، ويتعدى عليك العيد الكبير، ويتعدى عليك العطلة المدرسية. العطلة العودة المدرسية معناتها تاني في العودة المدرسية صدقني معناتها شنو عندها تو 10 أيام با، معناتها كل شيء نتعدى من قدام معناتها نحس عيوني بنبكي، علاش؟ لخاطر نتذكر في ولدي. وقفة اليوم هي ذكرى لبعث رسائل للدولة ولبعث رسائل لمؤسسات الدولة، وبناء على تصريحات رئيس الجمهورية اللي قال فما اغتيالات وقال فما تجارة بشر وقال فما أموال رصدت من أجل ضرب السلم الاجتماعي ومن أجل معناها قلب نظام الحكم، احنا حبينا اليوم نقولوا له راهو احنا رانا مواطنين، ديريت البلاد هذه، ديريت العالم هذا، نحسوا بالدولة، نحسوا بالمؤسسات، نمنوا بالتواصل، ما نمنوش بقانون الغاب. كنا موجودين بمناسبة الذكرى الأولى معناتها النار ليفانتايا اللي خرجوا فيه الذرية معناتها الذكرى السنوية نتاعهم، حبينا نكونوا متواجدين خاطر ثم شويه تقدم في المساله القضائيه، وحبينا معناتها الناس اللي كانت معنا سوتيان، الناس الشعب المواطنين هم اللي معناتها كانوا يلزمهم يطلعوا معنا على اخر الاحداث معناتها اخر الاخبار القضائيه خاصه، وحبينا نكونوا ديما متواجدين في الحركه نتاعنا باش ما تبردش القصه هذه معناتها تاع الذريه، خاطر حاسين اللي هي قضيه عادله و وفيها شوية ظلم، برشا ظلم وبرشا حقرة وبرشا لا مبالاة من برشا مسؤولين. أكثر حاجة وجعتني هي فرق ولدي هو الأولاني موت، ثاني حاجة هي الطريقة اللي غادي، ثالث حاجة هي الجبانة الغرباء، ورابع حاجة هي النظرة متاع المعتمد. شفنا أن فما لا مبالاة وفما نضج سياسي غير متوفر في التعامل مع الأزمات. نعم مازال صالح، هو كلام صالح لكل مكان وزمان ما تتوفرش فيه الحقيقة ولا يتم فيه الضغط على مجتمعاتنا، خاصة كي الحكاية تتعلق فيما قلت لك برواح العباد. كلامي يقعد هو بيد، أنا خاطر ما ثم حد شيء جديد معناتها على النطاق المسؤولين معناتها نحكي مع ماناش طالبين راهو باش نبدو واضحين، ماهوش معناتها إعانات مادية ولا حاجات، لا يعني نحكي على لي سوتيان مورال معناتها. احنا كان عندنا يقين من البداية من يوم 26 يوم الخرجة البحرية الأولى اللي قامت بها جمعية البحار، والبلان اللي رسمناه مع بحارتنا كان ناجح 100% وكنا نجموا نطلعوا الذرية كل. لكن للأسف تدخل السلطة وبعض الجهات المسؤولة والغير مسؤولة في الدولة وقفونا على البحث من أجل طمس معالم الجريمة. بعد لعدنا يوم 4 أكتوبر حين لقينا ملاك الوريمي ولقينا الناس موجودة على الشط وتكذبت الرواية نتاع ليبيا، ما عاد لقينا حتى شيء، طمست جميع المعالم. حسب المعطيات المتوفرة عندنا هي فما مصالح ما تعدتش مع الحراق، حبوا يعطلوا له الرحله هذه، فصارت تصادم، صارت تصادم مع الخفره نتاع الحرس البحري اللي موكوله لعهدتها رعايه وحمايه السواحل ليلتها. فحين صار الاكسيدون معناها وفما ناس مفقوده في الاكسيدون، هزوا الذريه الاخرين الله اعلم وين هزوهم، الناس اللي غرقوا اعطاهم من البحر بعد 5 و6 ايام و10 ايام، والناس اللي ترفعت الله اعلم احياء ولا ميتين ما نعرفوش عليهم التوين، هي عمليه نتاع اغتيال باتم معنى الكلمه.
فما تقدم كبير، فما تهم متوجهة البعض الأطراف، لكن بالنسبة لنا نحن غير كافي، ما زال شوط ثاني، وخاصة فيما يتعلق أين بقية المفقودين. فما اتهامات موجودة للناس اللي قصرت والناس المشرفة في 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 مؤسسات الدولة ليلتها وما بعد الحادث، فما تهم متوجهة، لكن فما تهم زاد في نفس الوقت احنا رافضينها اللي تتعلق بالنشطاء بتاعنا. مثل بالوضع هو ريان كي لا فيريتي، هو الحقيقة الكاملة للذرية، هذا شنو اللي صار بالضبط، ومحاسبة الناس اللي واضحة العملية متاعهم هي دفن الجثث في مقبرة الغرباء. الذرية هوكا الجريمة متاعهم واضحة وضوح الشمس. إذا هي مرتبطة بقضايا أخرى هيك حاجة أخرى. علاش نقولك ثم برشا تكتم في الأبحاث وكذا، واحد يعني مستعد نستنى صبرا قليلا، يعني عندي صبرا كثيرا مش قليلا، عادي وما نشكش في مؤسسات الدولة والقضاء، ما عنديش فيه شك، لكن أعطيني حقي. المطلب الجوهري اللي باش يترفع طالما الحقيقة قاعدة تناقص هي أين بقية الجثث، وكذلك تحميل المسؤولية كان من كان في الدولة من أعلى هرم السلطة لآخر مواطن، اللي تثبت إدانته حسب الأدلة المتوفرة لدى القضاء. بل احنا بالعكس نطلبوه ونشدوا على يديه ونشكروه بالمناسبة على أن لا مناص من كشف الحقيقة. Thank you.